استاذ روب. اهلا اهلا سياده الوزير. ها خير، ايه الاخبار؟ انت ازاي تعمل حاجه بالشكل ده؟ ازاي تسمح لنفسك تبعت لي واحده معاها كارت من حضرتك عايزاني اسمح لها تهد فيلا موجوده على قائمه المباني الاثريه عشان تبني مطرحها عماره؟ مش عارف هي كانت جايه لك ليه، ما قالتليش. بس ايه رايك بقى، ست حلوه مش كده؟ هي ياسمينة شويه، انما الفلوس بتقلها. مش ممكن، مش ممكن اللي انت بتعمله ده، مش ممكن. انت عارف ان موقفي حساس، نفسي مره تحس بالمسؤوليه. دلوقتي هي جات لك عشان تقول لها اه، انت قلت لها لا، خلاص. ايه اللي جرى في الدنيا يعني؟ مفيش اي ضرر. ما انتش عارف ايه ضرر. انا كل اللي يهمني سمعتي وكرامتي، انا لا يمكن اسمع لحد يتخطى القانون. طب اهدى بس، اهدى يا سياده الوزير. اهدى؟ اهدى ازاي؟ انت مش عارف الست دي كان ممكن تعمل ايه مقابل رفع فيلتها من القايمه؟ اوعى تكون خدت حاجه قدام الكلام ده. انا قلت اخويا وزير وممكن يجاملني قدام اصحابي، بس بلاش التصرفات دي ارجوك، ممكن تعمل لي مشاكل من غير ما تقصد. مش عايز الحكايه دي تتكرر تاني. حاضر حاضر. برافو عليك رشوه، انت متاكد؟ طبعا يا كريم بيه، ومن هندس الاحضار نفسها كمان. والله وهتتهدي على دماغك يا يوسف يا جيار، انا كل يوم هنزل له خبر يدمره ويدمر عيلته، مش هخليه ينام. بسرعه على المطبعه. حاضر يا كريم. بسرعه. الجرايد يا معالي الوزير. شكرا. رؤوف انت فين؟ تعال لي مكتبي في الوزارة فورا. خد اقرا واتهنه. ايه في ايه يا عبد الشافي؟ توأم الوزير يحصل على رشوه من هندس الاحضار، الشقره اللي شفتها بعيني دول خارجه من مكتبه. يا حبيبي اهي دي ضربه في الصميم. ايوه كده، عشان يبطل بقى كلام في القيم والاخلاق والضمير. مش جايز تكون اشاعات يا جماعه. الله 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 جريئه بيومي، انت خايف يا راجل؟ قول اللي انت عايزه، محدش هيبلغه. افرح يا راجل. طبعا معالي الوزير عارف هو بيعمل ايه، وهو اللي بعت له الشقره تخلص معاه. انا مش مصدق، وعلى فكره الوزير مش بتاع الكلام ده. مفيش دخان من غير نار، لازم تعرف كده. وعلى راي المثل، قال لي خبر بفلوس بكره يبقى ببلاش. عم مرتشي؟ مش ممكن. يا ماما يا سامة يا ماما الحقي، شوفي كاتبين ايه على عمه في الجورنال ده. ايه يا سمر وريني. لا اله الا الله، وروني وروني. ايه ده؟ دي كارثة. كارثة؟ كارثة ايه يا جماعة؟ وروني في ايه بس؟ دول كاتبين انه عمه رؤوف واخد رشوة من واحدة اسمها هندس الاحضار، وانه بابا عارف الحكاية دي وبيتستر عليه. طبعا الكلام ده كله كده، الجورنال ده اصلا كله كدب بكدب. بس بصراحة مش معقول عمه يعمل حاجة زي كده خالص. دي مؤامرة، الهدف من وراها تشويه صورتي. سمير مش وقتك دلوقتي. طب يا ماما انت ساكتة ليه؟ ما تقولي هنعمل ايه في الموقف ده؟ هنعمل ايه؟ انا هتجنن. يا ترى بابا قرا الخبر ده ولا لا؟ المهم دلوقتي نعرف مين ورا الخبر ده، ويقصد ايه من ده كله. شفت الجرايد كاتبة ايه؟ شفت تصرفاتك وصلت لها ايه؟ اتهام بالرشوة. انت خدت رشوة بالست دي ومرضتش ترجعها؟ ما هياش رشوة بمعنى رشوة يعني. مفيش غير معنى واحد بس للرشوة. ازاي تسمح لنفسك انك تهين نفسك وتهني بالبساطه دي؟ ازاي تشوه سمعتي بالشكل ده؟ ايه اللي انت خدته من الست دي؟ هديه بسيطه، عربيه ب 800,000 جنيه، حاجه ملهاش معنى يعني. بعدين الاصحاب ما هم بيهادوا بعض. انت هتستعبط؟ في حد بياخد هديه بدون مقابل؟ طبعا انت خدت العربيه عشان فهمتها انها ممكن تهد الفيلا. يا سيدي تهداها تبنيها، هي حره، ما هي فيلتها. هي جريمه يعني؟ لا، في جريمه، في قانون بيمنع هدم الفيلات الاثريه، ده مش قانون وبس، ده امر عسكري كمان. انا راجل فنان وماليش في القوانين. انت تروح لها دلوقتي حالا وترجع لها اللي انت خدته منها. طب انا خدت الهديه، انت ذنبك ايه؟ ذنبي انك اخويا، وكل تصرف غلط بتعمله محسوب عليا. خلاص يا سيدي، ما تزعلش نفسك، انا متاسف، انا هصلح كل حاجه.
بس أوعدك مش هتشوف وشي تاني. الأستاذ أنور وأتباعه شمتانين وفرحانين. الناس كلها عارفة الحقيقة. عايزين يشوشروا عشان يشغلوه بحاجات تافهة، فهمتوا؟ اللي واثق من نفسه ما يهموش أي اتهامات أو ادعاءات. يوسف الجيار فوق مستوى الشبهات. أنا عن نفسي ما حسيتش إن بني آدمة وليا كيان وحقوق وفي حد بيسمعني إلا لما جه سعادة الوزير. يبقى لازم يرد عليهم. ما هو لو رد عليهم هيريحهم. أحسن حاجة عدم الرد. الإنجازات هي أكبر وأبلغ رد على الحاقدين. إيه يا مدام؟ أنت مدياني عربية الشاسيه بتاعها معوج. في يا رؤوف إهدى. أنا يركب 8 سلندر ما بكبش. دي زيرو يا رؤوف. هي فعلاً زيرو. طبعاً رؤوف غلطان. إزاي يعمل حاجة زي دي؟ هو مش عارف إن منصب أخوه دلوقتي ما يسمحش بالكلام الفارغ ده. رشوة. رشوة. دي مصيبة يا نبيلة. فعلا دي مصيبة. ورؤوف ادى فرصة للإشاعات، وانتي عارفة منصب يوسف حساس جدا وأعداء النجاح في كل مكان. على فكرة يوسف متضايق قوي من اللي حصل. وسر رؤوف بقى عمل ايه؟ قال انه تصرف. تصرف بعد ايه؟ وهو فين دلوقتي؟ والله ما اعرف. خد شنطته ومشي من غير ما حد يشوفه. لو اتصل بيكي قولي له ان انا عايزاه ضروري ضروري. ده أنا أول ما قريت الخبر ما بقتش مصدقة نفسي، جيت أجري على مالا وشي. ده ساق لينا كلنا. والله يا زينب أنا خايفة على يوسف قوي. ده طول الليل سهران ما بينامش. حتى الأولاد زعلانين قوي، مش مصدقين إنه عمهم اللي هم بيحبوه قوي يعمل كده. هي صدمة، وصدمة كبيرة كمان. ليه يا رؤوف تعمل كده؟ ده اللي إحنا عايزينه يجي يقعد معانا. خسرتك يا رؤوف، خسرتك. هدي نفسك بس يا زينب، هدي نفسك يا حبيبتي. بس مش ممكن حد يصدق ان يوسف يبقى له دخل في حاجه زي دي. بس العيار اللي ما يسيبش يدوش. عندك حق. طب وهنعمل ايه؟ ربنا يستر يا زينب. يا رب. هي في الحقيقة نبيلة كانت عايزاني أرد، لكن أنا اللي رفضت. ليه يا يوسف؟ أصل الخبر مش مذكور فيه أي أسماء. أنا كل اللي يهمني دلوقتي أعرف مين اللي ورا الأخبار دي. يا سيدي ما تدقاش، إنسان حاقد وعاوز أنتقم منك، لكن مش هيقدر لأنك أنت فوق الشبهات. الله، أنت مخبي عليها حاجة يا يوسف؟ هو محرج انا اني اقول لك الحقيقه، لكن يمكن يجي يوم اقولها لك. زي ما تحب يا يوسف. يا سيدي من حق مبروك على الموافقه على المشروع الكبير. امل حياتي ان كان يبقى فيه مجمع نلم فيه تراث مصر العظيم كله. هم عايزين مننا ايه؟ يوسف ما يستاهلش كل اللي بيحصل له ده. ايوه يا ماما، بس مش بابا لوحده بس هو اللي بيتحارب. اي بني ادم شريف بيقف ضد الفساد بيحصل له كده. بس مش للدرجه دي. أنا تعبت خلاص، وبصراحة أنا خايفة على بابا. ما تخافيش على بابا يا ماما، بابا طول عمره قوي. وهيفضل قوي، وطول عمره هيدافع عن الحق وعن مصلحة البلد ومهما كانت النتيجة. أيوة يا ماما، بس المفروض إن إحنا كمان نقف جنبه ونسنده وما نحسسوش بأي خوف. ما تخافيش يا حبيبتي، أنا بداري عنه قلقي وخوفي ده. ربنا يستر. اهلا اهلا يا صلاح، فينك يا راجل من زمان؟ والله يا استاذ بهاء الحياه صعبه، انا دلوقتي بشتغل في اكتر من مجله وجورنال. الحقيقه انا كنت متوقع لك مستقبل كويس جدا في الصحافه، لكن انت شتتت نفسك ومشاكلك مع فريد خلتك سبت الجورنال. تعال اقعد يا صلاح. غصب عني والله يا استاذ.
انا مدين لحضرتك انت والاستاذ يوسف بحاجات كتير قوي، وعمري ما هنسى فضلكوا عليا، عشان كده انا جيت ازور حضرتك. انا بشتغل دلوقتي من حوالي اسبوع في جورنال اسمه الندى. عيب عليك، حد يشتغل في جورنال زي ده كله اشاعات وفضايح وابتزاز؟ الظروف ليها احكام يا استاذ. المهم انا عرفت ان الجورنال هينزل مقالات تمس الاستاذ يوسف. ازاي؟ صاحب الجريده الاصلي ابن رشدي علوان، وهو ورا كل الاخبار والاشاعات اللي بتتنشر عن سياده الوزير، والموضوع ده لازم يتوقف فورا. لكن الجريده دي كانت باسم واحد تاني، وامتى هتنزل الحاجات دي؟ بعد 4 ايام. متشكر يا صلاح. مساء الخير مشاهدينا الكرام، واهلا بحضراتكم معانا ولقاء جديد وشخصيه جديده وبرنامج شخصيات مثاليه. الحقيقه موضوع حلقتنا النهارده موضوع قد يبدو غريب بل قد يبدو خيالي. موضوعنا النهارده على الرغم من ان احنا بنتكلم عن التعليم والتعليم هو اساس تقدم الامم، موضوعنا هنعرفه دلوقتي حالا من ضيفتنا اللي بيسعدنا ان هي تكون معانا في حلقتنا النهارده، المربيه الفاضله الاستاذه زينب الجيار. مبدئيا اهلا بحضرتك معانا. اهلا بيك. اهلا بحضرتك معنا استاذه زينب. انا في البدايه قلت انها تجربه خياليه وتجربه غريبه، لانه الساده المشاهدين هيفاجئوا دلوقتي بانه فكره انشاء مدرسه لاولياء الامور، يعني اولياء الامور هي اللي هتتعلم دلوقتي. فكره واقعيه. هو الحقيقه صعب ان الناس تتقبل الافكار الجديده، لكن لازم نحاول. وانا جات لي الفكره دي من خلال عملي في مجال التعليم، لأني لاحظت أنه المشاكل اللي بتتعرض لها الطالبات بيبقى سببها الأساسي التنشئة في الصغر. وعشان نخلق جيل جديد يساهم في بناء المستقبل، فلازم الأباء والأمهات الأسرة عموما تبقى عندها فكرة عن أسس التربية الاجتماعية والنفسية والاقتصادية والسياسية، وخصوصا برافو عليك يا أستاذ زين، كلام رائع. رائع ايه بس يا مصطفى؟ الموضوع ده فاشل من اساسه، وبكره افكرك. تقدر تقول لي مين اللي هيروح المدرسه دي؟ اللي بيشتغل ما هوش فاضي، واللي ما بيشتغلش مشغول باسرته وبولاده. وبعدين هي الناس هتصرف على اولادها في التعليم ولا هتصرف على الكلام الفاضي ده؟ يا بابا اسمع الكلام اللي بتقوله ماما. بداية انه فكرة انشاء مدرسة لأولياء الامور زي ما قلنا انها فكرة غريبة وفكرة خيالية. هل الفكرة دي جت لحضرتك لوحدك ولا كان في حد متحمس معاكي لهذه الفكرة؟ هو مش بس متحمس، انا مش قادر استحمل. سلام عليكم. من الاساتذة المتخصصين في التعليم عملوا دراسات علمية عن هذا الموضوع، وما انساش كمان الاستاذ درويش اللي وقف جنبي وساعدني جدا في بناء هذه المدرسه. كمان درويش؟ لا انا لو قعدت اكتر من كده هتجيلي نقطه. يا بابا انا ماشي. يا عم استنى بس يا عمي. طب اسمع بس. المربيه الفاضله زينب الجيار، بنشكر حضرتك جدا وبنتمنى النجاح لهذه التجربه. اعزائي المشاهدين، بنشكر حضراتكم، الى اللقاء وشخصيه اخرى مثاليه ان شاء الله. معلش يا هنا، مش هينفع دلوقتي، الموضوع ده اصله محتاج شويه تفكير كده، مفيش داعي للاستعجال. مش هينفع دلوقتي ارد عليكي، سيبيني افكر شويه بس. اوكي، باي باي هانم، مع السلامه. انت لسه بتكلم الهانم بتاعتك دي؟ يا اخي الهانم دي غريبه قوي، فجاه كده وبدون مقدمات تسيبني، وفجاه تاني ترجع تكلمني وتتكلم معايا بطريقه حلوه قوي. انا خلاص ما عدتش قادر اصدقها. احلق لها وخليك ثابت على موقفك، وخلي بالك عشان بنات اليومين دول ليهم كده شويه العيب كده سخيفه. انا بس كل اللي مؤثر فيا ان انا عمري ما زعلتها في حاجه، دايما كنت بعملها كويس قوي. معرفش ليه تعمل كده، ايه اللي خلاها تعمل كده؟ بس خلاص بقى احنا فاضيين لها. مش شايف انها خدت اكتر من حقها في الكلام عليها؟ مش عارف انا ايه اللي عمله عمر اوف ده، اللي عمله ده مش قلب لي كياني، مخليني مش قادر اثق في حد خالص. خدش بالك، عمر اوف طول عمره مختلف عن بابا في كل حاجه، ما تركزش معاه. ايوه بس ده انحراف يا سامح. طب ما انا وانت اهو اخوات بس مختلفين في حاجات كتير، بس في حدود برضو. ايه يا واد ده؟ ايه الجمال؟ ايه العقل اللي نزل عليك فجاه ده؟ فهمني. انا فعلا حاسس ان انا ابتديت اتغير بعد موضوع الاحتراف ده. اه طبعا، دي مسؤوليه كبيره، ما انت رايح تلعب كوره وتركز كده، مش رايح تهرج. وبعدين انا كمان اصلا ما اتغربتش قبل كده، فما عنديش استعداد ان انا اسافر واسيبكم هنا. قلبي هيبقى متوغش عليكم، اسيبكم هنا لمين؟ اهدى بس، اهدى كده، متوغش انت.
شاء الله تروح هناك وربنا يوفقك. المهم قول لي اخبار اجراءات السفر ايه؟ الحمد لله، بعتوا لي تذكره الطيران وهروح اعمل هناك الكشف الطبي، وهتعرف على بعض اللعيبه زمايلي، وهتعرف على بعض المزز الحلوين. يا اخي مزز ايه وبتاع ايه؟ ركز بقى ركز، انا شخصيا متفائل وحاسس ان انت هتجيب في بلاد الفرنجه كده حوالي 30 جون في 3 دقايق. ازاي ما اعرفش يعني 30 جون؟ ظهر يا سامح ان انت عمرك ما شفت كوره قبل كده. هذا المشروع الكبير وعلى الإنجاز الذي سيتحقق في عهدكم. الله يبارك فيك والله يبارك فيكم جميعا، وإذا كان هذا المشروع بيتحقق وحيشوف النور إن شاء الله فده بفضل إخلاص المصريين جميعا وكل من بيحب تراث مصر العظيم. شكرا سيادة. مبروك يا أستاذ درويش، لولاك ما كنتش قدرت أعمل أي حاجة. يا سلام، وما استعصى على قوم منال إذا الإقدام كان لهم ركابة. على فكرة موافقة الوزارة دي كانت أهم خطوة. يا سلام، الحمد لله الحمد لله إن هم اقتنعوا بالفكرة، وده في حد ذاته انتصار كبير جدا. عندك حق، مامتك ضيعت فلوسها على المدرسة اللي بتعملها وحضرتك قاعدة تتفرجي. يا بابا أنا لمحت لها وزعلت مني. ما تزعل، مش بدل الفلوس اللي عماله تبعزقها يمين وشمال دي كانت ساعدتك وعملت لك شقه؟ ايوه بس دي مش مسؤوليتها يا عمي. يعني هي بقى مبعوثه العنايه الالهيه لانقاذ التعليم، باعت الارض وسحبت الفلوس من البنك ومكافاه نهايه الخدمه، وما خفي كان اعظم. يا بابا هي حره. لا مش حره، لازم نعقلها. خلاص يا بابا هي عملت كل حاجه. والله يا عمي انا شخصيا ما اقدر اللي بتعمله الاستاذه زينب دي، بتضحي بوقتها وبسعادتها عشان اهداف نبيله. وعلى فكره بقى احنا لازم كلنا نساعدها. الناس اتجننت. اي عمتو ازيك؟ ازيك يا نوره يا حبيبتي، وحشتيني. بتلمعي الفضه؟ اي عمتو. مفيش حاجه اتكسرت كده ولا كده؟ لا يا عمتو مفيش حاجه اتكسرت، كله تمام. انا جايز ارجع قريب، اصلكم وحشتوني خالص. وانتي كمان تيجي بالسلامه. جالكوا كلامي؟ هتعمل ايه يا بتاع المبادئ النبيله لما عين ترجع وتاخد شقتها؟ اديني التليفون. ازيك يا عين، ازاي صحتك يا حبيبتي؟ ازيك يا عبد الحميد، وازاي زينب؟ الحمد لله كلنا كويسين قوي قوي. الشقه امانه في رقبتك يا اخويا. طبعا يا حبيبتي دي في عينيا الاثنين، بس بقولك ايه، خدي راحتك مع اولادك على قد ما تقدري، واطمني قوي على الشقه. مع الف سلامه يا حبيبتي. السلام عليكم. سامح يا سامح. هنا ممكن لو سمحت دقيقة واحدة بس. خير يا نسا؟ هنا ممكن تركب؟ معلش انا عندي شغل ومش فاضي، لازم اروح الموقع دلوقتي. بعدين انت عارف منين انا بشتغل هنا؟ ممكن تركب؟ تحت امر حضرتك. خير؟ انا لما جيت الشركة وقربت منك ما كانتش صدفة، ولما بعدت عنك كمان ما كانتش صدفة، كل حاجة كانت متدبرة. نعم متدبرة؟ متدبرة ازاي يعني؟ وليه أساسا؟ أنا بنت أخت رشدي علوان. رشدي علوان يبقى خالك؟ أيوة يا سامح، وكريم يبقى ابن خالي، وخططنا لكل الكلام ده عشان ننتقم منك أنت وباباك، واحنا كنا ورا كل الكلام اللي اتكتب عنكم. سامح انا جاي احذرك من كريم، بيتدبر لك مصيبه عشان يضحكوا. اه طب واشمعنى النهارده يعني جايه تقولي الكلام ده؟ عشان عرفت الحقيقه، عرفت ان باباك ما ظلمش خالي. طلبت من كريم انه يوقف المهزله دي، رفض. سامح انا عايزه اقول لك ان انا
حبيتك بجد. حبيتيني فعلا؟ ما هو باين اللي يحب يا نسا هنا ما يخونش، ما يجرحش، ما يظلمش اللي قدامه. مش عارف انت ازاي تعملي كده، ازاي قدرت تعملي كده ازاي؟ انا عارف انك مش هتسامحني، وانا كمان مش هسامح نفسي، بس عايزاك تعرف ان اللي حصل ده غصب عني. ارجوك ارجوك يا سامح سامحني. صعب يا هنا، صعب اني اسامحك. بعد اذنك. ممكن اعرف يا استاذ انور اذا كنت بعت لشركه مقاولات ولا لسه؟ في الحقيقه لسه يا فندم. ومستني ايه؟ احنا في طور الدراسه معاليك. وايه اللي مأخر الدراسه؟ معالي الوزير، اصل الحقيقه يعني في ايه؟ ما تتكلم. احنا مش عايزين ندخل في الموضوع ونبهدل الدنيا علشان خاطر ابن سيادتك مهندس سامح. سامح؟ وايه علاقه سامح بالشركه دي؟ ما هو بيشتغل في الشركه دي معاليك. ابني سامح بيشتغل في شركه مقاولات دي؟ ايوه يا فندم، وعضو كمان في اللجنه اللي هتسلمنا المبنى. تعال هنا، انت سبت الشركه اللي انت كنت بتشتغل فيها؟ ايوه بابا. ليه خير في ايه؟ مين اللي خلاك تعمل كده؟ ومين اللي وداك الشركه الثانيه دي؟ هم اللي اتصلوا بيا. بعدين انا حتى استغربت، السي في بتاعي اساسا مش عندهم. انت هتسيب الشركه دي فورا وهتقدم استقالتك. ليه يا بابا؟ مالها الشركه دي فيه ايه؟ الشركه دي عامله مخالفات وتجاوزات في ترميمات للوزاره، وطبعا عينوك بسرعه وبمبلغ مغري. يبقى عشان كده بقى. عشان كده ايه؟ الشركه حطتني في لجنه تسليم المشروع ده وانا وافقت. اللجنه دي هي اللي هتسلمنا مشروع الترميم، والملف بتاعها مليان مخالفات، كان لازم تسالني الاول يا اخي. بابا والله العظيم ما كنت اعرف، ولو كنت اعرف ما كنتش وافقت. انا هسيب الشركه دي حالا، بس ارجوك ارجوك ما تزعلش مني. يا سلام بقى، انت مصدق يا بيومي انه ما يعرفش ان ابنه في شركه البركه؟ ممكن، انت عارف انه مشغول. يا حبيبي يا حبيبي، طب ما احنا كلنا مشغولين، بس عارفين ولادنا بيعملوا ايه. انا ماليش دعوه بالكلام ده. سلام عليكم. هلو يا بلبل، ازيك؟ وحشتيني. عندي ليكي اخبار تجنن. زياد اتقبض عليه، كتب على نفسه شيكات بدون رصيد، والمحكمة حكمت عليه ب7 سنين. طبعا مبسوطة يا نبيلة. أنا مش مصدقة إن أنا هفوق من الكابوس اللي أنا كنت عايشة فيه أنا وسهير ده. كان لازم أقول لك. أكيد طبعا هعدي عليكي. أوكي يا حبيبتي، باي باي. استقالة ليه يا باشمهندس؟ معلش يا فندم، أنا أصلي مسافر بره. في حد زعلك؟ حد ضايقك؟ اي طلبات انا ممكن انفذها لك؟ لا يا فندم، مفيش اي حاجه من الحكايه دي. انا بس عندي شغل بره كده ومضطر اسافر له، ومتشكر جدا على الفتره اللي انا قضيتها معاكم. بعد اذن حضرتك. سمره لازم تاخد معاك بالاوفر تقيل، لان هناك الجو ساقع. صح يا ماما، بس انا عايز اقول لك ما تخافيش على ابنك، عشان ابنك رياضي ما يغرقيش جسمي. والله هتوحشني يا سمرة، وهتوحشني شقاوتك. معلش عيط بقى يا ماما، انتوا كمان هتوحشوني قوي. ماما عايزاني اجيب لك ايه من ايطاليا؟ قولي لي. انا عايزه سلامتك يا حبيبي، وعايزاك تاخد بالك من صحتك، وما ترمرمش بره، كل بس من كافيتيريا النادي، اوكي؟ ماما انا بحبك قوي يا ماما، تتجوزيني؟ اطلبني من بابا. يا خلاص يا سمير، هتمشي وتسيبنا؟ اهو قلت ترتاحي مني شويه وارتاح منك شويتين. انت صحيح تلم ورزل، بس قشطه اخويا برضه هتوحشني. طلع لي في خفه دمك. بقول لكم ايه بقى، انا لما اروح ايطاليا هاخد شقه هناك واكلمكم تيجوا تقضوا عني كده دي يوز، بس ما تعملوش حسابكم ان انتوا هتطولوا في القعده. يا ريت والله يا سمير، يا ريت ما تسافرش اصلا. يا ولد انت هتوحشني قوي. ده انت بتحبيني بقى، تتجوزيني؟ بقفل الشنطة بقى. شايف امك طبقت اللبس كله جاي عشان انت مش قادرة تقفلها.
انا والله يا سمير مش عارفه البيت من غيرك هيبقى عامل ازاي. هيبقى كويس، هيبقى كويس البيت من غيره. اتفضل يا سيدي، ده جاكيت تقيل كده عشان تلبسه وانت هناك عشان الدنيا ده برد. جاكيت وده ايه ده بقى؟ صغر عليه قلت تديهولي؟ لا ده كبر عليا فقلت اديهولك. ماشي، انت عامل حسابك ان انا رايح ايطاليا يعني بلد الحاجات كلها، منمر عليا، عايزني اجيب لك ايه من هناك؟ مش عايز حاجه خالص، ترجع انت بس بالسلامه وتركز وانت هناك. ماشي. بقول لكم ايه، ما سمعتوش حاجه عن عمي؟ بقول لك ايه، مالكش دعوه بعمك دلوقتي، خليك في اللي انت رايح له ده. ركز ركز يا سمير، ابوس ايدك. ازيك يا حبيبي؟ وحشني قوي قوي قوي. عارف سايب فراغ كبير قوي في البيت. انتوا كمان يا ماما وحشتوني قوي. صحيح ايطاليا حلوه بس ما يسأل حبايب. اقول لك ايه بقى يا ماما، انا هبعت لك حته صوره متصورها انا وصوفيا لورين. تخيل يا ماما ان انا كنت انا وتوتي قدام صوفيا. صوفيا طلبت مني انها تتصور معايا وحلقت لتوتي. يلا انا عايز اقول لك ان ابنك بقى جامد قوي قوي وواخد وضعه، كلهم هنا مبسوطين مني قوي. وانا كمان مبسوطه منك قوي يا حبيبي. بقولك ايه، انت دلوقتي بتمثل مصر فلازم تاخد بالك من تصرفاتك. ما انا عارف طبعا، ما انا هنا باخد اجرين، اجر على التمثيل واجر على الكوره. والله يا ماما وحشني جدا، وازاي سامح وازاي صبر، كل قرايبي وحبايبي كويسين. احنا كلنا كويسين، مفيش فايده فيك يا سمير. خد بالك من نفسك يا حبيبي. ها وانت يا ماما خدي بالك مني كده وادعيني ما تكبريش دماغك. انا بحبكم قوي يا ماما، بحبكم. يلا بقى باي باي عشان دي انترناشونال كول، انا بدفع باليورو. طيب خلاص، واحنا كمان بنحبك يا حبيبي، خد بالك من نفسك، مع السلامة. فندم اهلا وسهلا. يسعدني ان يفتتح السيد وزير التربيه والتعليم اول مدرسه لاولياء الامور، واشكر له مساندته لنا ماديا ومعنويا بالرغم من كل الصعوبات التي واجهتنا، واشكر كل من ساهم بجهد في تحقيق هذا الحلم. وشكرا. تفضل يا فندم. قلبي بقى اشربي اللبن عشان تتغذي، وليه العهد يطلع متين بيلعب حديد. مش معقوله يا مصطفى كل ما تعمل لي حاجه تذلني يعني. اخص عليك يا نور، ده انا من ايدك دي لايدك دي، انت تؤمر حبيبي. على فكره كان لازم نروح حفله افتتاح المدرسه. كان لازم ونقدم طلب بالمره. شرب. ازيك يا جو؟ اسمع عايز اقول لك ايه، دلوقتي انا عملت كل حاجه، غنيت ولحنت وعملت كل الفيديو كليبات اللي في نفسي. عايز امثل بقى يا جو. ها ايوه الفيلم جاي تخرجه لي انت. اوكي يا جو، اول لما هرجع هتصل بيك. باي باي شريف، باي.
standing in the shadows. Of the sky above. No one knows I'm crying. Beaten by my love. In my shadow. Samar! يا سمر! ايوه يا ماما! تعالي تعالي بسرعه تعالي! شوفي كاتبين ايه؟ اختاروا بابا لتاني مره وزير للتراث القومي. دي ثقه كبيره قوي. طب ويا ترى بابا رايه ايه في الموضوع ده؟